يعني اكيد يمكن داتا شرم موجوده، واول جريمه كانت بين قابيل وهابيل، وهي بالتالي عمق هذه القضيه هو عمق الوجود البشري. العنف الاسري، المختصون في العنف الاسري قد يكون هناك عده تعاريف، ولكن يمكن ان نقول انه استخدام القوه الماديه او المعنويه بشكل عدواني لالحاق الضرر باي شخص اخر. فالعنف الاسري اذا هو استخدام القوه والاعتداء اللفظي او الجسدي او الجنسي من قبل احد افراد الاسره تجاه فرد اخر في داخل الاسره نفسها، والتي تتكون من الزوجه والزوج والابناء وايضا باقي التفاصيل. طبعا هذا بحد ذاته ايضا كان لاقى استحسان المجتمع الدولي. لحد هذه اللحظه قد يكون هناك دول ما عندها مديريه خاصه بالعنف الاسري وتتعامل مع هذه القضايا على المستوى اللي يخص الامور الشرطويه. انا قبل ما ايضا حقيقه كنت في اتصال مع الاخ قائد شرطه واسط، وحتى ايضا نبدي بالاحصائيه لنشاطات شرطة واسط، وبالتأكيد الصورة العزيزة هي جزء من هذا النشاط. سجلت 150 حالة صلح وتراضي، إعادة أطفال 10 حسب قرار السيد القاضي، إيواء طفلة واحد بعد العثور عليها، وأيضا أوامر قبض منفذة، وكنا نتكلم عن جهة تنفيذية يمكن أيضا إن شاء الله يكون بها حد في زيادة أو توفير الموارد البشرية، وإنجاز قضايا للعام المنصرم على مستوى محافظة من كافة أشكال العنف الأسري بما يضمن للفرد الحياة والأمن والحرية. التعاون مع الوزارات والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لحد مظاهرة العنف الأسري، إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدخال وتحليل وإعداد التقارير الخاصة بالعنف الأسري، تأسيس شبكة اتصالات مع المؤسسات الحكومية، التواصل مع الدول المتقدمة في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية والورش التدريبية، توعية أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام، وأيضا واجبات أخرى. احنا ما نريد ندخل بالسرديات، قصدي هذا ما يكفي. احنا هنا الضرر المعنوي اللي صار، هسه الأسرة تفرقت انهدمت، شنو جزاء هذا اللي قام بعملية الإعلام؟ ممكن تراجع دعوة تفريق الشرعية، لازم تفرد دعوة ثانية. هو المفروض، العفو أستاذ، قطع كلامك بالخير. ها تفضل العفو. بهذا الجانب المدني، نعم، الجانب الجزائي أو آخر جانب إلى موعد محاكمة حددتها المحكمة، صح، راح تبحث هاي الدعوة هنا. ايه على شرطة الصويره شنو كان دورها؟ هنا بهيجي حالة يعني الشرطة ما لها دور، سواء تكتفي بالتبليغات هي لنا اكو حالة يعني. واحنا عندنا عدا امر القبض، ما احنا عندنا حماية الأسرة. شوف في بغداد تدخل في قضية حل النزاعات قبل انه توصل الى قضية، ليش احنا خلينا مديرية حماية الأسرة؟ هي مو فقط لإجراءات إدارية وتنفيذية. احنا يعني عندكم في الكود اي المفروض، طبعا انا اعتقد الصورة المفروض تصير اكو فد شعبة واحدة، نعم، لان هي راح تدخل في هذه القضية قبل ما انه تتفاقم. فمن يربي النشا والقيم؟ نعتقد يمكن هاي دقيقتين واحنا يمكن تلخص القضية اللي عندنا. احنا بعد اخواني بعد 2014 وبعد التحول اللي صار وبعد تحرير الاراضي العراقيه، انا اعتقد اكو شيء برز اللي هي بعض الامور والتقاليد اللي بدت تروح من عندنا، وبعض الاشياء الجديده اللي بدت ضمن توجيهات الهيئه المؤسسه وبرعايه رئيس مجلس الاداره الدكتور طالب زيدان الموسوي والمشرف الاداري لكليه الكوت الجامعه الاستاذه زينب العامري، دأبت كليه الكوت الجامعه على اقامه الورش والندوات في قضاء الصويرة وخارج قضاء الصويرة من أجل رفع المستوى الأدبي والثقافي والتعاون المستمر بين الكلية ودوائر الدولة. استضافت كلية الكوت الجامعة اليوم الأربعاء الموافق 24/4/2019 اللواء الدكتور سعد معن إبراهيم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد ومقدم البرامج الأمنية في وزارة الداخلية العراقية عزيز الناصر،
الشمري من أجل إقامة الورش والندوات بين وزارة الداخلية وكلية الكوت الجامعة، التعاون فيما يخص طلبة القانون والتعاون المستمر بين الكلية والوزارة. دكتور علي الشيباني، تدريسي في كلية الكوت الجامعة. اليوم ممثلي عن وزارة الداخلية بمعية اللواء الدكتور سعد معنا ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية لكلية الكوت الجامعة لحضور ندوة عن العنف الأسري وبين تفاصيل وتقبل المجتمع لهذه الظاهرة من عدمه، وأيضا سلطة القانون في هذا الموضوع وإجراءات القانون. حضر هذه الندوة عدد من المحامين، الأساتذة المحامين في هذه المدينة، مدينة الصويرة. بصراحة أشرت بعض الحالات في عدد من مناطق العراق، وسلسلة وزارة الداخلية في عملية التواصل مع المجتمع في قضايا الابتزاز الإلكتروني وقضايا العنف الأسري، وهذه التفاصيل كانت هنالك عدد من الندوات وهذه واحدة من عدها. النتيجة في هذه الندوة والثمرة من هذه الندوة أنه إحاطة الأخوة المحامين وأيضا ربط علاقة بين الأجهزة الأمنية وأيضا المحامين والقضاء العراقي في عملية التوصل لحلول ناجعة للحد من حالات العنف الأسري وأيضا التجاوز على الشخصية العراقية سواء طفل أو كبير. أكو حالات عنف صارت باتجاه من قبل الزوج باتجاه الزوجة، وأيضا من قبل الزوجة باتجاه الزوج، وأيضا من قبل الأبناء اتجاه الآباء، وهذه بصراحة أخطر حالة تكون أنه من قبل أبناء اتجاه الآباء. الأب قيمة عليا، الأب هو مربي وضامن للعائلة. تحدثنا عن موضوع دور العائلة في عملية التفاهم الأسري في قضايا العنف الأسري، وأيضا تحدثنا عن دور القانون في عملية التعاون مع أجهزة الأمن في إنفاذ القانون وجعل حالة من الردع الاجتماعي في عملية قطع دابر هذه الحالات. الرائد عزيز ناصر، مقدم برامج وزارة الداخلية. شرف التواجد في هذا صرح العلمي، وأيضا التفاعل مع الأساتذة والطلاب والأخوة المحامين في موضوع مهمة هي قضية العنف الأسري، حيث تم مناقشة حيثيات هذا الموضوع من الناحية القانونية والتشريعية، وأيضا من الناحية الإجرائية ودور وزارة الداخلية في هذا الموضوع، وخاصة من خلال مديرية حماية الأسرة والطفل. وبالتالي ما هي الإجراءات؟ أيضا استعرضنا إحصاءات في هذا الموضوع والرؤية المستقبلية وزارة الداخلية، وأيضا انتظار التشريع القانوني الخاص بحماية الأسرة والطفل. اللواء الدكتور سعد معن، مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية.